لجنة قانون الانتخاب تبدأ اجتماعاتها الماراثونية غدا، والنواب المهددون يبيتون في الفندق المجاور لمجلس النواب. تقرير لدنيز رحمي فخري. هنا في هذا الفندق الذي استضاف بعضا من أقطاب الحوار العام 2006 سيمكث النواب المهددون من 14 أذار، ومعهم النائب أكرم الشهيب، بغية المشاركة في اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب. ومن هذا الفندق ووسط تدابير أمنية مشددة ترافق اجتماعات اللجنة سينتقل النواب مشيا على الأقدام إلى مبنى مجلس النواب، فيما يلاقيهم من بيوتهم زملاؤهم أعضاء اللجنة من فريق الثامن من أذار. في مبنى المجلس كل التحضيرات باتت جاهزة لاجتماعات اللجنة. قاعة الاجتماعات أبقيت بعيدة عن عدسات الكاميرا لأسباب أمنية، والمعلومات تتحدث عن اجتماعين يوميا، واحد قبل الظهر وآخر بعد الظهر، علما أن النقاش وإن سار بشكل إيجابي قد يتطلب أكثر من ذلك. على الطاولة البحث سيتركز على بندي النظام والدوائر، انطلاقا من مشروع قانون الحكومة القائم على النسبية و13 دائرة واقتراحات القوانين الثلاثة المقدمة إلى المجلس: اللقاء الأرثوذكسي للتيار الوطني الحر، اقتراح الدوائر الخمسين للكتائب والقوات، واقتراح ثالث قدمه النائب نبيل دوفريج ينص على إضافة مقعدين للسوريان الأرثوذكس والكاثوليك. فريق الرابع عشر من أذار يتوجه إلى اجتماعات اللجنة بموقف موحد حول النظام الأكثري والدوائر الصغرى، مع تمايز للمستقبل برفض أي طرح آخر ينص على النسبية. أما ممثل جملات النائب شهيب فيميل إلى الإبقاء على قانون الستين والقبول بتعديله إرضاء للمسيحيين، فيما عقد مثلث أمل حزب الله والتيار اجتماعاته مساء الاثنين بحضور معاوني نصر الله ورئيس المجلس والوزير باسيل والنواب أعضاء اللجنة من فريق الثامن من أذار لتنسيق الموقف. ورفضت أوساط مقربة من الرئيس بر الإفصاح عن توجه فريقهم، وتجنبت الرد عما إذا كان الموقف سيتوحد حول اللقاء الأرثوذكسي. وسط هذه الأجواء كشفت أوساط مطلعة للأم تي في أن العمل الجدي يجري خارج اجتماعات اللجنة وفي غير أروقة مجلس النواب، وأن هناك ورقة وضعت تستند إلى مشروع فؤاد بطرس ولكن معدلا، وهي تحتاج إلى تأمين الأصوات اللازمة لتمريرها. ومن الفندق حيث يقيم النواب المهددون تنضم إلينا مباشرة الزميلة دنيز رحمي فخري للاطلاع على آخر الأجواء عشية اجتماع اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب. دنيز، مساء الخير، التفاصيل معك، تفضلي. نعم ديانا، مباشرة من سويت إتوال أو إتوال السويت، الفندق الذي سيمكث فيه النواب المهددون، مباشرة نحن معكم. حتى الآن وصل عدد من النواب، هم النواب أحمد فتفت، سيرج تور ساركيسيان، ونائب سامي الجميل، والنائب جورج عدوان، ومعي مباشرة النائب جورج عدوان لنتحدث معا عن أجواء التي تسبق اجتماع اللجنة غدا. استاذ عدوان، الأمن مال ضعيف في المعلقة على اجتماع اللجنة، لماذا تجتمعون؟ نحن بنعتبر انه عمل هاللجنة هو عمل محدد. هاللجنة بدها تبحث بمدتين فقط، بس بنفس الوقت هاللجنة بدها تفتش اذا في قواسم مشتركة. نحن جايين منفتحين، انما ما رح نخلي هاللجنة تستهلك الوقت، لانه نحن بنعرف انه اليوم الاولوية هي لحتى نقر قانون انتخابات جديد، وبالتالي إذا لقينا في قواسم مشتركة الوقت رح يكون تبع اللجنة أطول، إنما إذا شعرنا أنه كل فريق واقف عند مواقفه بدنا نستعجل لنروح على الهيئة العامة، لأنه الهدف أنه نقر قانون انتخابات جديد. قانون الستين مرفوض، نحن جايين بمهمة واضحة نعمل قانون جديد، وبهالسياق خارج مشروع قانون الحكومة. بدي أوضح أنه كان في موقف كتير مهم اليوم لغبطة البطريرك والكنيسة، واتفاق تام بين كل الأفرقاء أنه قانون الستين بفتكر أنه نطوي صفحته إلى غير رجع. خارج مشروع قانون الحكومة والاقتراحات القوانين الثلاثة، هل ممكن تبحثوا عن مشروع جديد يكون قاسم مشترك بين الفريقين؟ القوات اللبنانية و14 أذار رح يتقدموا بقانون مشترك هو الدوائر الصغرى. أنا بتأمل أنه الفريق الآخر يتقدم بمشروع مشترك. طبعا نحن بنتأمل أنه يكون هالمشترك هو القانون الأرثوذكسي اللي قلنا أنه نحن رح نأيده بكل وضوح. إنما اليوم إذا هالمشاريع لقينا أنه ما في نقاط مشتركة وفي مشروع ممكن يأمن صحة التمثيل ويكون مشترك
بين أنظمة متعددة. نعم. نحن منفتحين لأي شيء يصحح التمثيل. سؤال أخير لو سمحت أستاذ عدوان، بكرتوا بالوصول إلى الفندق وكأنه مستأتلين تقعدوا بالفندق، ليش ما من الأساس جيتوا على مجلس النواب؟ لا الحقيقة منا مستأتلين، بس خايفين من الوضع الأمني، وبما أنه كان معروف أنه غدا بتجتمع اللجنة فضلنا نجي من الليلة. أنا بزعل كتير أنه نكون وصلنا لوقت نواب الأمة بد ما يكون همهم التشريع، بد ما يكون همهم يشوفوا شو عايزين الناس ويشرعوا لهم قوانين. نعم دوليس. أصبح همهم الأول الأمن. شكرا. الأمن الأمن. شكرا أستاذ عدوان وبالتوفيق غدا. هذا كل شيء. ديانا عودة إليك. شكرا جزيلا لك يا زميلة دونيس رحمي فخري.